السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلاب الصف السادس الإعدادي، اليوم نكمل وياكم درس السابع من الوحدة الخامسة. عنوان الدرس Beautiful كركنة، كركنة جميلة. المفردات situated معناها تقع أو يقع، inhabited مسكون يعني يسكنها الناس، يسكنها أو يقطنها الناس. operate يعمل، throughout على طول، وعندنا ideal معناها مثالي، وعندنا surrounding معناها البيئة المحيطة. Read these sentences and underline the relative clause in each one. المطلوب أن تقرأ الجمل التالية وتضع خط تحت الجملة الوصلية في كل واحدة. Beautiful كركنة. كركنة is the name of a group of islands. كركنة اسم مجموعة من الجزر. That are situated off the east coast of Tunisia. التي تقع في شرق ساحل تونس. طبعا هذا ضمير وصل، اللي بالأحمر ضمير وصل، ضمير الوصل مع الجملة اللي بعدها نسميها جملة وصلية، فهذا راح تخلي خط تحتها. The main two islands، الجزيرتين الرئيسيتين في كركنة are شرقي and غربي، طبعا الشرقي والغربي، which are both inhabited، طبعا ما يصير capital letter small letter. which are both inhabited، كلاهما يسكنها الناس. أنا كاتب مسكون بس مو يعني يسكنها الجن وشياطين وهذا، فيسكنها الناس، يقطنها الناس. طبعا منا إلى الأخير راح يكون عندي relative clause، جملة وصل. The islands are reached by، يمكن الوصول، reach معنى يصل، يمكن الوصول إلى هذه الجزر by a ferry، بواسطة عبارة. That operates throughout the year، التي تعمل على مدار السنة. طبعا هنا operates ويا المكان نستخدم operate أو operates، كشخص يعمل أقول works، إذا الشخص يعمل أقول works، ومع المكان لا تقول operates. Throughout the year. The most famous beach، الشاطئ الأكثر شهرة، is مكارن كليفة، وهذا اسم الشاطئ، where the water is an incredibly clear blue، حيث الماء طبعا incredible بشكل لا يصدق، clear blue يعني أزرق صافي. There are many colorful festivals، هناك الكثير من المهرجانات، which are great attraction، والتي تعتبر attraction معناها منطقة تجذب الناس، for tourists منطقة تجذب السياح، من كلمة which إلى الأخير نسميه جملة بتوصل. A famous son of كركنة، الابن المشهور لكركنة، هذا اسم شخص طبعا، الجزيرة باسم شخص. فالابن المشهور was هيدي بركيسة، هو هيدي بركيسة، who was also known as بلها هيدي، والذي كان معروف ببلها، who was a world class footballer، يعني كان لاعب كرة قدم مشهور. died during a match in Tunis، مات وتوفى خلال لعبة في تونس. طبعا هذه جملة وصل، عندنا أيضا جملة وصل. كركنة is an ideal place، كركنة مكان مثالي for tourists للسياح، who want a quiet peaceful holiday، اللي يرغبون في سفرة رائعة هادئة. in a beautiful surroundings، في بيئات جميلة. طبعا منا إلى الأخير هي جملة وصل. ملاحظة، يمكن معرفة جملة الوصل من خلال ضمائر الوصل اللي هي relative pronouns، ضمير الوصل relative pronoun، ضمير الوصل that which were who whose، طبعا هذا اللي موجود بكتابكم. فجملة الوصل هي ضمير الوصل مع الجملة اللي بعدها مباشرة. Now do exercises A to D in the activity. طبعا الفيديو اللاحق يشرح الـ relative clauses، الجمل الوصل، يشرح الجمل الوصل معرفة وغير معرفة، ما راح اشرح انا على الملزمة لان هي نفسها اللي موجود يمكن بالفيديوهات الاثنين. يشرح عند كل جمل اشرحها بفيديوهات اثنين،
والتمارين من A إلى D أيضا أشرح هناك يمكن بالفيديو، وهذا اختبار نفسك أيضا يمكن موجودة تصور بالفيديو شارحها. يعني فصلت الجمل أو سويت اثنين جملتين حتى أنت تربطها. بس الدرس القادم راح يكون درس التاسع، لأن يعني درس الثامن ما راح أشرحه، مو ذاك الأهمية حيل.